صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهارده يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 و7 ربيع اول 1441. مشاهدينا النهارده الفقره الطبيه وخصصناها ليكم على الاطفال، خصصناها للاطفال ان احنا ازاي نحمي اولادنا من السمنه. طبعا في الفتره الاخيره لقينا طبعا حملات كتيره جدا بتوعيه للاطفال، التغذيه السليمه ايه. طبعا لان السمنه هي مرض العصر، دي مشكله كبيره جدا وبتاثر على اجهزه الجسم كله، مش بس كمان بتاثر على اجهزه الجسم، كمان بتاثر على الحاله النفسيه والمزاجية بتاعت الأولاد سواء كان مراهق أو طفل صغير. وطبعا احنا لازم نخاف على أولادنا، هم أهم حاجة في حياتنا. هنعالجهم إزاي من البدانة؟ إيه هي المخاطر اللي بتأثر عليهم فيما بعد؟ إزاي تغذية سليمة ليهم والتوعية؟ وكمان إزاي نخلي بالنا من عاداتنا اليومية اللي دايما بنقع في أخطاء كتيرة جدا، إن مفيش ميعاد أكل كل يوم منظم لأولادنا. الوقت كمان شيء مهم جدا، النوم، حاجات كتيرة جدا بتقع مننا خلال اليوم، وده للأسف بيأثر فيما بعد على السمنة وعلى أولادنا، بيخلي أولادنا في حالة مزاجية مش كويسة. ثانيا بتأثر عليهم فيما بعد، وبنلاحظ الطفل بيتخن بقى. ايه الاسباب؟ حاجات كتيره جدا هنعرفها النهارده مع الدكتور اللي مشرفنا، الدكتور محمد علاء الدين حسين، استشاري جراحات السمنه والمناظير وعضو الجمعيه المصريه للجراحات السمنه. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه ما راح. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال. والنهاردة بنتكلم عن السمنة ومخاطرها على الأطفال وإزاي نحافظ عليهم وأسبابها وعلاجها، مع الدكتور محمد علاء الدين حسن، استشاري جراحات السمنة والمناظير وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم وعلى كل المشاهدين جميعا. شرفتنا في صباح الصحة والجمال. ربنا يخليك. أهلا بك دكتور محمد. مشكلة كبيرة جدا بقى، يعني الأولاد لقيناهم سوء تغذية، طبعا بياكلوا من بره أي حاجة. الأم طبعا بتستهتر، ما بتركزش قوي في التغذية بتاعت الأولاد، في الآخر أدى إلى السمنة المفرطة عند ابني. في البداية عايزين نعرف مشاهدينا تعريف السمنة المفرطة إيه؟ تمام. مبدئيا السمنة هي طبعا واحد من أخطر الأمراض، هسميها مرض لأن هي بتسمى موربيد أوبيستي كترم بالإنجليزي، يعني السمنة المرضية المفرطة. فهي تعتبر مرض وليست حاجة ليها علاقة بالشكل أو ليها علاقة بالجمال أو كده. يعني السمنة هو زيادة الوزن عن معدل 25 كيلو بالمتر مكعب، متر مربع. الفكرة إزاي بتتحسب القصة ديت؟ بتجيب الوزن بالكيلو على الطول بالمتر، بنحطها to the power 2 يعني اللي هو أس 2 يعني، تمام، وبنحسب المعادله دي، تطلع في الاخر رقم. الرقم ده هو ده اللي بيحسب لي هل انا مظبوط في السكيل الصحيح لغايه نسبه 25 ولا لا. اكتر من 25 ل 29 او قبل ال 30 بشويه، ده اسمها زياده في الوزن وليست سمنه. من اول ال 30 لفيما فوق دي بتعتبر سمنه، واعلى من كده طبعا فوق ال 40 دي سمنه يعني يسموها سيفير او يسموها سمنه مفرطه جدا يعني، او بنسبه كبيره جدا او نسبه عاليه جدا. دي كلها عشان اعرف الايكويشن ديت لازم اعملها واعرف اذا كنت انا فعلا هل انا مريض سمنه ولا لا،
هل انا زياده في الوزن ولا لا، لان مهم جدا ان الواحد يشخ يعني يعرف يعرف نفسه انا فين موقفي مكاني فين في السكيل ده او في المقياس دوت. بالنسبه للاطفال نوعا ما بيبقى في سكيل تاني اقرب ليه شويه، ولو ان كل دلوقتي الكلمات او كل معظم الابحاث والبيبرز طلعت كلها بتقول ان هي تعتبر نفس فكره الادلتس، يعني نفس فكره البالغين، يعني نفس معادله البالغين، بس بيبقى عندهم حاجه اسمها برسنتايل، يعني نسبه معينه مقارنه من الطول مع الايه اسم الطول والسن والوزن. دي بتتعمل كده زي شارت موجود اوريدي موجود على النت بحيث ان انا اعرف ابني في انهي مكان بالظبط. كمثال لو قلنا السنتين، الطفل السنتين مثلا بمعدل الوزن الطبيعي بتاعه 12 كيلو زائد او ناقص حاجات بسيطه جرامات 100 جرام 200 جرام 300 جرام، ده مقبول تماما 100%، ده الطبيعي. نطلع مع بعض مع كل سنه بتزيد مثلا ما يقرب ال 2 كيلو ما افريج 2 كيلو طالع نازل تمام. يبقى انا مثلا لو السنه مثلا 12 كيلو سنتين 3 سنين يبقى انا معدلي في حدود 14 كيلو. اربع سنين ازيد شويه بقى 15 وشويه او قرب 16، يبقى انا كده ناشف في المعدل الطبيعي. اصل يا دكتور محمد بالله الامهات بتفرح جدا لما تشوف ابنها قلبوز ما شاء الله وبياكل، لا ده يعني حاجه صحيه وحاجه حلوه، للاسف في الاخر بتكتشف ان دي سمنه. طيب الام بقى تعرف ازاي ان ابني داخل في بدايه السمنه، يعني لسه في البدايه، عشان اخد بالي واخد حذري واغذيه كويس او اتجه لدكتور اشوف مبدئيا شكلا؟ يعني مبدئيا اول حاجه بتشوفها ان انا شكلي مثلا ابني زياده عن وزنه مقارنه بزمايله في المدرسه تمام، او بمعدل عمره، يعني دي اول حاجه. تاني حاجه الشخير في النوم احد الاسباب، لان دي احد اعراض او عواقب اللي بتحصل مع جراحه السمنه، منها اللي هي حاجه اسمها اختناق التنفس، بالترم الانجليزي اسمها سليب اوبستراكتيف سليب ابنيه، اللي بيحصل اختناق للنفس اثناء النوم. دي برضو احد الحاجات اللي فعلا خطر جدا 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 ان الطفل يبتدي ياخدها ويكتسبها بدري جدا مع سن الصغير. قصه النهجان في الحركه، عدم القدره على المجهود، الفيزيكال فيتنس او النشاط الحيوي بتاعه اليومي ضعيف، بينام كتير، كل دي حاجات معناها ان انا في مشكله غلط عندي في الطفل. هرجع مرجوع لحضرتك لقصه ان ابني تحس ان هو ايه بصحه كده وبتاعه مليانه بصحه، على فكره دي مش صح. لان ممكن يكون عندك مريض سمنه، طفل سمنه يعني طفل يعني في زياده في الوزن ويكون عنده مشاكل منها الانيميا. ليه؟ لان عادات الاكل مش صحيحه. ممكن يكون عنده نقص في الحديد لانه ما بياكلش اكل صحيح فيه حديد. فممكن يكون عنده انيميا وهو تخين. ده وارد حدوث الكلام دوت، وفي بعض الاطفال بيبقى موجود فيهم الكلام دوت. في زمان كان في حاجه مرض كده بيجي للاطفال الصغيرين الرضع. كان بعض السيدات في المناطق الفقيره جدا والمجاعات اكتر حاجه المجاعات، كانوا بيدوا الاطفال ميه الرز. ميه ايه؟ الرز. الرز دي كانت تتخن الطفل، لكن تخن ضار مش تخن زياده، لان هم كان ساعتها ما عندهمش قدره ان هم ياكلوا الطفل اكل صحيح، او ما عندهمش الفاسيلتيز للكلام دوت. فدي يعني دي كمثال صغير يعني. فالقصه دي كلها ان احنا النهارده لازم اشوف ابني بياكل ايه، عاداته ازاي، ماشي ازاي. الجزء الرقابي مهم جدا جدا جدا. للاسف معظم الحاجات اللي موجوده في السوق دلوقتي في حاجات كتيره جدا جدا منها ضر. ما احنا بقى يا دكتور هنتكلم كمان عن جزء المدرسه، جزء طبعا الاسره، جزء كمان المجتمع. طبعا حضرتك قلت بقى يعني دلوقتي المجتمع كمان ازاي هنمسك من حته الترويج، ترويج السلع بتاعتهم اللي هي بتضر الاطفال في الشيبسيات وفي المياه الغازيه والحاجات دي كلها، ده اكلات كمان الاطفال بيعملوها كده تركيبه بتضرهم جدا جدا، وكمان المواد الحافظه بتاثر جدا جدا عليهم فيما بعد. ازاي الام تحمي اولادها ومن الحاجات دي، الحاجات اللي احنا بنشتريها ليهم غصبا عننا، نفهمهم نديهم توعيه ازاي، والام لازم تاخد بالها من النقطه دي. تمام. نظرا لانتشار الحاجات دي جامد جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت من اعلانات دعايه على كل المنتجات اللي غلط دي كلها، للاسف بقى ده الدوميننت وبقى ده السائد قدام الناس كلها، وده بيأثر جدا كمان على طبعاً على صحتهم، وبنلاقي حاجات كتيره جدا يعني بنكشف عليهم. سواء قصدي في عامل نفسي كبير جدا على حضرتك، النهارده لما فتحت التلفزيون تلاقي اعلان عن المنتج دوت بيجي لك كل 10 دقائق ربع ساعه، غصب عنك بقيتي اتعودتي على عينيك عليه، ففي سايكولوجيكال
لينك او يعني في جزء ارتباط نفسي ما بينك وبينه، غصب عنك هتشوفتيه في المحل هتروح تشتريه. تمام. في بعض المنتجات مش صحيح ان هي تنزل للاطفال اصلا. يعني منها بعض المنتجات اللي هي زي، مش عايز اقول الشيبسيات دي، ممكن تكون حاجات بسيطه مقارنه بحاجات اسوء واكتر كمان. اللي هي السناكس، اللي هي الحاجات اللي هي عامله زي الكاراتيه والحاجات ديت، دي حاجات ضاره جدا 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 جدا. تلاقي الطفل طالع من المدرسه ماسك بيجيب الحاجات دي، الكيس ده كبير ده كله مواد حافظه طبعا، كلها دهون، هو متصدر في الشمس بالمغلف طبعًا. بيبقى طبعا امراض. الحاجات دي للاسف بتاثر جامد جدا فيما بعد، احنا مش شايفين اثرها دلوقتي. مع سنين الكبر، وهتشوف هنشوفها مع الجينريشنز الجايه او الاجيال القادمه، الكلام دوت مع كبر السن كل شويه بيزيد الموضوع ده اكتر واكتر، لان الاساليب التعبئه مش صحيحه. النهارده ابتدت تنتشر حاجه شائعه جدا في وسط الاطفال، النودلز ديت او الحاجات اللي هي السريعه ديت، ان الطفل الصغير يحط ميه سخنه على النودلز وياكلها، دي حاجه ضاره جدا. ليه؟ لان اولا لو اتكلمنا عن النودلز فاحنا مش عارفين اولا الكواليتي اوف اللي بتجيلك مصر عامله ازاي، لان هي منتشره جدا في دول شرق اسيا، ما عنديش مشكله خالص، بس الفكره في المواد الحافظه المصاحبه للكيس ده. لا، وبيحطوا في الاخر زيت كده، الزيت المطعمات ده، الحاجات اللي هي الطعم، الحاجات الفليفرز، الحاجات دي كرتون. دهون مهدرجه فعلا، ما دي ما تفهمهاش خالص وما تعرف لهاش، لان في بعض الناس في بعض المنظمات فعلا اعلنت اسمه دوت ضرر جامد، وقالت ان في مشاكل جامده جدا جدا حصلت من المنتجات ديت يعني. صح. تمام. بتحذر حضرتك طبعا مشاهدينا من الاكل كمان، الفاست فود كمان، من الحاجات دي كلها، الفاست فود كمان اللي انتشر جامد جدا ما بين كل محل، بقى في محل دلوقتي لان بقت الشائع دلوقتي للاسف دلوقتي نظرا لظروف الحياه، لدرجه الاولاد ما بقوش يحبوا اكل البيت، بقى يحبوا الحاجات طبعًا. دي جدا عشان عليها بيحطوا طبعا فليفر وبيحطوا سبايسي وحاجات كتيره طبعًا. جدا طبعًا. بيخلوا الاطفال الاطعمه نفسها واللعبه الهديه والحاجات الحاجات دي، فدي اكتر حاجه بتعمل المشاكل اللي بتحصل ديت. طيب دكتور، في الاخر لقينا اطفال كتيره في فئه يعني مختلفه، فئات مختلفه بيجي لهم السكر، والسكر ده من الدرجه الثانيه، ممكن هو بيجي للكبار اساسا. طيب مؤخرا لقينا ليه الطفل بقى يجي له سكر يعني؟ طبعا. هل ده من اسباب السمنه برضه؟ طبعا اساسي 100%، احد اعراض او الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع السمنه نفسها هي السكر. والسكر ده نتيجه ان بيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، او مقاومه لاستخدام الانسولين في الجسم، بيبقى من النوع الثاني. يعني ايه؟ يبقى جسمي بيفرز انسولين لكن لا يستخدمه بالصوره الصحيحه. يعني النهارده بيحصل مع زياده الوزن بيحصل حاجه اسمها بلوك للريسبتورز، يعني قفل او انسداد لمستقبلات الانسولين. الكلام ده بيولد ان الجسم نفسه بيفرز انسولين، البنكرياس بيفرز انسولين، الانسولين ما بيخشش على المستقبلات، فالجسم لما المفروض ان الانسولين يمسك في المستقبلات يسمح بدخول الجلوكوز لجوه الانسجه بدل ما يفضل موجود جوه الاوعيه الدمويه. لما بيحصل حاجه زي كده بيفضل الحاجات دي موجوده في الاوعيه الدمويه، منها تؤدي الى زياده الدهون وتصلبات الشرايين وحاجه اسمها ديسليبيديميا، ده تيرم انجليزي معناها ان بيحصل زياده غير مبرره في الدهون في الجسم، منها كوليسترول والترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه والحاجات التانية اللي بتحصل معاها خد بقى عندنا النهارده ضغط بيحصل، لان بيحصل تصلب في الشرايين، بقى عندنا ضغط بنسب محترمه مع الاطفال الصغيرين. بتلاقي طفل عنده 13 14 سنه ضغطه 130 او 140 على 90، او ده رقم كبير بالنسبه لطفل صغير. ودايما نلاحظ الاطفال بيحسوا بصداع يا دكتور محمد، ده وارد برضه ان البوردر لاين. يعني ايه بوردر لاين؟ هو بيبقى اوريدي ضغطه عالي، مجرد ما يعمل اي مجهود او ينهك او يعمل اي ستريس يحصل معاه يعلى اكتر منه ضغطه، والكلام ده تشوفه قدام عينيك في وبتكتشفه مفاجاه. يعني مثلا انت خلال ان انت مثلا هو مش مفاجأة ولا حاجة، هو بيجي هو الأهل مش متوقعين إن ممكن يجي طفل يجيله سكر، يجيله لا قدر الله يجيله ضغط، يجيله لا قدر مشاكل الدهون على الكبد اللي بتحصل بنسب كبيرة جدا. وتلاقي حبيب الطفل بتلاقيه يقعد ينهج، جربه برضه نتيجة السمنة برضه بتأثر عليه على حاجات كتيرة جدا زي ما 80% من الدهون على الكبد، 80% من الأطفال بيحصل لهم، 80% من الأطفال اللي عندهم زيادة في الوزن بيحصل لهم دهون على الكبد. حضرتك متخيلة مقارنة بالنسبة الطبيعية اللي ممكن تحصل لإن طفل طبيعي 5%، 80%. النهاردة نسبة 80% أخرى الطفل لما بيكون عنده زيادة في الوزن هو بعد مرحلة البلوغ هو مكمل في السمنة، مش هيخرج منها خلاص، هي بقت أسلوب حياة، بقت أسلوب مكتسب للأسف، فهو مكمل مع السمنة، فهو خلاص واخد الـ 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 الهم دوت أو المشكلة ديت من أول ما هو طفل،
موجوده عندك لغايه امتى؟ انت النهارده بتقللي اللايف سبان بتاع الاجيال القادمه، يعني بتقللي معدل العمر بتاع الاطفال. يعني ال WHO لسه عامله هيبقى في جيل جديد، جيل 20-30، يعني دوت لازم يكون بصحه كويسه، ولازم يكون طبعاً. لان ده هيبقى على الدوله ده هيبقى على الدولة طبعاً. عشان كده احنا بندي توعية للأم طبعاً والمشاهدين إن هم إزاي يحافظوا على أولادهم، وخصوصاً السمنة دي مشكلة كبيرة. المشكلة اللي ما بنشوفهاش دلوقتي هنشوفها بعدين. يعني كمان 10-15 سنة الطفل اللي هو عنده 5 و6 و7 هو هيبقى 20 وحاجة و20، وهيبقى يخش في مجال العمل. النهاردة اللي هتصرفه مفروض الدولة. احنا النهاردة أوريدي في حملة أوريدي خلاص هتطلق تحت رعاية الرئيس السيسي ووزارة الصحة، زي حمله 100 مليون صحه وحمله فايروس، اللي هي حمله فيروس سي. يعني هيتعمل حمله للقضاء على السمنه، دي حمله مهمه جدا. لازم النهارده تطرق الابواب في كل مكان، في المدرسه لان ده بعد كده هيقلل العبء علينا قدام. النهارده في دول اوروبا السمنه دخلت ضمن المنظومه العلاجيه للتامين الصحي عندهم. ليه؟ لان هم عارفين النهارده لما حضرتك عندك سمنه، عندك ضغط، عندك سكر، عندك مشاكل تانية كتير، انت هتأثر لي على البرفورمانس، هتأثر لي على أدائك في العمل. مظبوط. فالتأثير دوت هيؤدي إلى أن كل فرد فيك في يا دولة في الدولة هيأثر على إنتاج الدولة. هيأثر على إنتاج الدولة. النهاردة لما بتتكلم على شاب وزنه مثلا 130-140 كيلو، ده بعد 10 سنين هيديك إيه؟ هيعرف يديك إيه كإنتاج؟ هيبقى ضعيف جدا كإنتاج. عشان كده ابتدت تنتشر الوعي بالقضاء على السمنه، ونعرف يعني ايه السمنه وناخد بالنا. طب دكتور محمد، ده بيجي كمان السمنه لاطفالنا نتيجه عادات خاطئه غير النظام الغذائي طبعاً. يعني ما فيش نوم كويس، قله شرب الميه، توتر وقلق، ما فيش مواعيد للاكل، يعني ما فيش نظام للاكل. لازم يكون المواعيد طبعا اهم حاجه. طبعا مهم جدا 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 تنظيم اسلوب الحياه للطفل. الطفل ده بيبقى عباره عن على يعني مفيش صفحه بيضه انت بتكتبها من اول وجديد تاني، او بتكتب له الخطوط العريضه اللي هيمشي عليها في طول حياته. انت النهارده لما الطفل النهارده بيطلع ما بيتعلمش ان في حاجه اسمها عادات صحيحه للاكل. النهارده لما تبتدي تعوده على ان هو ياكل اكل غلط، فبقى ده اسلوب حياته، فهيطلع كده، فهيكمل كده، فهيطلع الاجيال الجايه كده. وكمان الاستسهال بتاعنا ان احنا نقف ناكل ساندوتش في اي وقت واي حاجه مش ده انا ممكن اعملها كريورد او تريتس زي ما بيقولوا، اللي هو ايه، بديك حاجه كده بونبونيه في الاسبوع خرجتك فاكلتك، لكن مش على يعني على دوام يومي. وكمان انا بلاحظ ان اللي يمشي عليه الطفل في التغذيه والنظام اللي انا بجيبه ليه في الاكل لازم يمشي على الاسره كلها طبعًا. يعني مثلا الام ما تقعدش تاكل حاجات قدامه بقى وتقول له تعالي شوفي حضرتك عندنا الناس كم من الناس اللي بتيجي تعمل عمليات قد ايه دلوقتي، عشان خاطر نفسهم يشوفوا نفسهم انسان تاني احسن، وانسان بنشاط، وانسان بحيويه وثقه بالنفس، حاجه مختلفه تماما. طبعا طبعا كمان الطفل كمان في مرحله بناء الشخصيه دوت، احد الاعراض اللي ممكن تحصل لا قدر الله مع زياده الوزن هي البولينج او التنمر. التنمر اللي يعني اكتر حاجه ممكن تحصل لطفل في حياته وهو صغير في بناء شخصيته هي التنمر. التنمر النهارده بيحصل من المدرسه، من الجيران، من الاصدقاء. التنمر ده بيدمر الطفل شخصيا من جوه خالص، بيطلع انسان غير سوي خالص. لان بقى خلاص المجتمع بيشوفه كحاجه مختلفه وشاذه. ده حاجه مهمه جدا جدا. هما بيضايقوه بالالفاظ والكلمات في المدرسه طبعًا. او اصحابه او جيرانه. للاسف برضه هو طفل واللي حواليه اطفال، فلما بيشوفوا حاجه شاذه عنهم برضه لازم يكون في وعي من الاطراف الاخرى او من الاسر الاخرى ان برضه ما فيش التنمر. ان دلوقتي ما في مدارس عامله حملات قويه جدا 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 ضد التنمر، مسمينها انتي بولينج. النهارده بيعملوا حملات قويه جدا جدا مدارس، مين اللي اكترها؟ مدارس خاصه. حتى ندي توعيه واسم التنمر ده يعرفوه، ده الاول ما كانش موجود. طبعا لان دي رساله كبيره جدا للاهالي، ما كانوش يعرفوا يعني ايه الكلمه دي اساسا وقد ايه بتاذي الطفل. زاد قوي وزاد زاد قوي 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 قوي. والاطفال نفسهم بقوا بيشتكوا جامد جدا جدا. للاسف برضو ما بقاش في دور رقابي في المدرسه والأسرة. ان انت المفروض ما تتنمرش من حد زميلك، لازم يكون في احترام للاخر مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كان جنسه، مهما كان دينه. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. طيب دكتور محمد، في القضاء بقى يعني في حلول للقضاء على السمنه طبعا، عشان برضو نطمن المشاهدين. هقول ان هي حلول سلميه وحلول تداخليه، مش عايز اقول غير سلميه، لا هقول تداخليه.
الحلول السلميه هي ان احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. يعني احنا النهارده بنتكلم على دور الاسره في الرقابه، دور الاسره في الرقابه على نوعيه الاكل، التزام النوم الصحيح، شرب السوائل الكويس، الدعم النفسي ده مهم جدا جدا جدا. دور المدرسه، دور بقى دور المدرسه دخلنا ما دور الاسره هيكمل شويه، لو احتاجنا دعم نفسي من طبيب نفسي او دكتور تغذيه يبقى ده معانا في دور الاسره، ان احنا برضو بناخد الطفل ونروح بيه لدكتور تغذيه يظبط لنا الادويه التغذيه اللي ممكن يمشي عليها ازاي، بحيث ان الموضوع يبقى اوصل الحل بدري وانا لسه في المراحل الاولى. دي اهم حاجه جدا، وبشكرك جدا دكتور محمد، ودي نعتبرها نصايح للمشاهدين طبعاً. ده مهم جدا، مهم جدا، لان اهم حاجه صحتنا وصحه اولادنا طبعاً. بشكرك جدا، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله على معلوماتك القيمه والجميله دكتور محمد. مشاهدينا اهم حاجه صحه اولادنا، نمط حياتنا، عاداتنا اليوميه، لازم الطفل ينام كويس، لازم ياكل كويس، لازم يشرب ميه كتير كمان، اهم حاجه صحتنا. طبعا بنشكر ضيفنا النهارده اللي مشرفنا الدكتور محمد علاء الدين حسن، استشاري جراحات السمنه والمناظير وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.